السلام عليكم ازيكم عاملين ايه ده الفيديو الثالث في سلسله uh, الفاير موديلنج او الفاير سيفتي تان موديلنج سي uh, دي ان تانل باستخدام اف دي اس ويل سيم عشان السيت اب خلينا نبتدي في الفيديو الثالث على طول ان انا احدد احنا الفيديوهين اللي فاتوا كنا رسمنا وعملنا المش وبعد كده في الفيديو الثاني عملنا الفاير موديلنج ازاي نحدد الفاير والسورس بقى والكم ميجا وهت والماتيريال بتاعه الرياكشن والكلام ده كله فبقى نشوف الماتيريال بتاعه التانل بتاعه يعني احنا عايزين نحدد الماتيريال كمان بتاعه التانل بتاعه طب دي ازاي دي ازاي تعالوا نشوف مع بعض اول حاجه خالص ان انا محتاج اروح لدي تمام دبل كليك عليها واعمل اد انت ممكن تعمل واحد نيو جديد خالص من الاول وممكن تعمل حاجه اسمها اد فروم لايبرري انت في الاغلب بيبقى التانل كونكريت فانا اخترته على طول كونكريت وريح دماغي تمام في حاجات طبعا حاجات كتير جدا زي دول بس انا ايه كونكريت اعمل بس رايت هنا اوكي واعمل كلوز وطبعا دي البروبرتس بتاعته زي الدنستي السبيسيفيك هيت ات كونستنت بريشر اللي هو سي بي والكونتكتيفيتي كوفيشنت اللي هو الكي والامسيفيتي شريتيشن absorption كوفيشنت والهيت of كومبشن لو هو في حريق او حاجه او ممكن يتحرق يعني توجد لو هو بيتحرق فانت له الجزء بتاع الحريق بتاعه ممكن هو لما يجيله سخونية عالية ممكن يتفاعل فلا هو مش هيتفاعل هو حاجة مش هتتفاعل معانا أه بس اوكي فاي ثينك ممكن نعمل ابلاي اوكي كده انا حددت الكونكريت المادة بتاعتي أه طب فاضل ايه ان انا بقى حددت له سيرفيس برضه يعني انا عايز احدد له سيرفيس فانا اروح مثلا هنا واعمل نيو تمام كده واسميه هنا أه الول صح كده يعني اسميه مثلا الوولز بتاعتي صح كده بتاعت ال التانل يعني او مثلا ممكن نسميها تانل وولز اهي تمام حلو قوي طب ال 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 بتاعه هو لير اللي بتبقى طبقه يعني هي اسمها لير فطبقه اوكي وهي مش بيست اون حاجه يعني هي هو هي كده فاهم لاير بتاعته واعمل اوكي اول حاجه خالص هيقول لي طب انت هي عباره عن ايه الـ 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 الموديل هو عباره عن 1 دي صح كده يعني هو اول حاجه بس كده ايه ليها سكنس وخلاص طب قول لي بتاعها كام ما فيش اي مشكله بحدد له السيكنس ممكن نقول مثلا وان متر يعني انا هحط له 1 متر طب الماتيريال دي بزيشن ما انت هنا ممكن تاخدها على طول من آه اللي هو بقى ايه خليني اجيبها معاكم هنا آه الكونكريت صح كده اختارها بقى انا الكونكريت طب يقول لي طب انت الماس فراكشن من الكونكريت يعني ممكن تبقى على فكره الماده تبقى من كوارع من كذا حاجه كونكريت مع خرسانه مع قصدي مع طوب مثلا ما اعرفش مع ايه مع ايه مع ايه فانت لا هو والله كونكريت وعلى طول وحط الماس فراكشن بتاعك واحد وخلاص واعمل اوكي تمام حلو قوي بس اي ثينك كده مش محتاجين أه، نعمل حاجه يعني مش محتاجين نعمل اي حاجه خلاص كده آه بس خلاص اوكي وطبعا انت ممكن تبقى في حاجات زي السيرفس بروبس مثلا آه التمبريتشر بتاعته الريشال بتاعه كان كام فاحنا مثلا افترضنا ان هو درجه الحراره العاديه اللي هو ال 20 اوكي آه والثيرمال بتاعنا مثلا هل هي آه إنسليشن ولا لا فانت عايز تحط له ترانسفير او تمبريتشر فبتختار له طبعا اوكي بس انا جايبين ان هي التمبريتشر كالكوليتد هو بيحسبها اوكي okay. يعني yani مش مثلي هو بيحسب بيشوف درجه الحراره في الول دي قد ايه في حاجه ادفانسد particle انجكشن سبيسيفيك انجكشن رياكشنز لو هي بتراكت بس احنا قلنا governed باي ماتيريال وهي ايه لو هيحصل اكشن فانا فوق بس احنا مش محددين فعشان كده مش هيحصل له حاجه والجيومتري هي باي ديفولت طبعا ايه اللي هي موجوده عندنا وهسيبها هي باي ديفولت مش هغيرها اوكي okay. واعمل اوكي okay. حلو انا كده بقى عندي اللي هو ايه التانل وولز اروح بقى عايز احدد بقى التانل وولز فين ده صح كده فهو اصلا وول ده انا اوكي يعني يا اما انا اختار كل واحده من دول احدد لها بقى الوول سريع مثلا فلور اختار هنا والله السيرفيس بتاعك انت كونكريت او تان وول يعني اوكي وبعد كده السيلينج ونفس الفكره او ان انا اختار يعني دول كده كلهم ماشي واعمل واعمل لهم يعني اختار دول كده واعمل لهم زي جروب واسميه وطبعا البارنت بتاعه هو الموديل اسميه تانل تمام كده تمام وادخلهم اهو ماشي خلينا ده اهو بس كده فده معناه ان هو بقى كلهم جوه تمام فلو اخترت التانل ده ورحت هنا اخترت ال السيرفس بتاعه ان هو تنل uh, وول فهو ديفولت كده هيخليهم كلهم بصوا تنل وول خالص كلهم بقوا تنل وول تمام كلهم بقوا تنل وول مش محتاج بقى اعملهم واحده واحده يعني اوكي بس كده خلاص يا رب يكون الفيديو فيت وانت طبعا تناول وول اللي هو في الاصل ايه واحد في ايه واحد يعني 100% كونكريت يعني والستنس بتاعه بوينت وان يا رب يكون الفيديو فيت وان شاء الله نتقال بقى في فيديوهات جديده باذن الله سلام عليكم <applause>